ينضم إلينا من الرياض المهندس سعود الدلبحي، محكم هندسين. رحب فيك أستاذ سعود معنا. وبداية، برأيك أين هي مكامن الخلل فيما أعقبته الأمطار؟ طبعا نسمع دائما عن إنشاء قنوات صرف ومجاري سيول وغيرها، بس بالأخير يومين مطر تكشف كل شيء، وبنشوف يمكن ما حنقول كل الشوارع ولكن أغلب الشوارع عندنا في المملكة غرقانة. السلام عليكم. أول شيء شكرا على الاستضافة وتحياتي لك المستمعين بي سي. أولا، مكامن المطر هي نتيجة سوء التشغيل والصيانة، لأن من الواضح أنها يجب أن تستكشف الخلل وأن وتعمل خلال الفترة المطرية على إيجاد حلول وإيجاد بدائل، حتى لو كان في حلا ويفشل يبحث عن حلا آخر. لكن للأسف حنا ما زال نعاني من سنوات من فشل التشغيل والصيانة، وأنها لا تعرف عن المشروع حتى تقع الكارثة. ثانيا، إحنا لابد أن نشيد الآن في فترة الاستجابة. فترة الاستجابة كانت قصيرة هذه المرة، يعني إحنا اعتدنا قبل سنوات كان يقع النفق نزح المياه من إلى 13 يوم ثم إلى 4 أيام. الآن ولله الحمد استطاعوا أن يكون فترة الاستجابة تعد بالساعات. طبعا ليس هناك إعذار، يجب أن يكون الشارع سالك، وهذه مهام التشغيل والصيانة أن يكون الشارع ملائم تحت أي ظروف وتحت أي توقعات. ليس هناك إعذار، يعني في بلاد كثيرة يهطل أمطار ويهطل أي شيء، لكن للأسف عندنا ما يوضع احتمالات ولا بدائل ولا حلول، وكأن عندما تهب عاصفة رعدية يتخلى المقاول التشغيل والصيانة عن مسؤوليته ويتحملها ربما الإدارة، أو يدخل ناس جدد ليعالجوا المشكلة التي هي من صميم عملها الأساسي. إيه بس سعادة المهندس، يعني إحنا نعرف أنه كل هذا الكلام لنا سنوات وإحنا نعيد ونكرر فيه، وملينا بصراحة من ترديد أو إعادة نفس الأسطوانة. الأمطار هطلت، الحمد لله استبشرنا خير وسقينا برحمة الله وفضله، لكن هذه الأمطار كشفت لنا كل شيء، أنه ما زال لدينا مشكلة. إحنا التخطيط لدينا فيه مشكلة، التنفيذ لدينا فيه مشكلة، المتابعة لدينا فيها مشكلة، الصيانة ما زالت فيها مشكلة. إلى متى وحنا بنقعد على هذا الحال؟ ما انشقت بس تخر، هذه هي المشكلة يا أخي. هو التشغيل والصيانة، لماذا نركز على التشغيل والصيانة؟ يجب أن نتعامل المنشأة بحالتها، ليس هناك يعني إذا حتى لو كان فيها خلل في التصميم يجب أن يعالج في التشغيل والصيانة، لأن يجب أنك تتعامل مع المنشأة بأنها تتأقلم أو تزال. يعني إذا كانت المنشأة فيها لا تستطيع أن تتحمل كل الظروف فهي غير صالحة للاستخدام، لكن ليس هناك إعذار بأن يقول فيها خلل في التصميم أو خلل في كذا. أو ثاني شيء، لو جينا للمياه يا أخي، المحزن جدا أن مثل هذه الثروة تهدر بهذا الشكل. إحنا لو نظرنا لدول كثيرة استفادة وتخزين مياه الأمطار، مياه الأمطار يعني ثروة طائلة، والآن البديل لها هو تحلية المياه اللي يكلف المتر المكعب أكثر من 10 ريال. وعندك لو حسبت كمية الأمطار في مثلا في اليابان يستخدمون خزانات تحت الأرض أقطارها 16 متر 32 متر. يعني احنا لماذا اساسا لا نفكر في الاستفاده؟ لماذا نرى ان المطر اصبح شبح مخيف يهدد سلامتنا ويقلقنا، واحنا نقدر يعني الاستفاده من مياه الامطار وتحويلها الى مخازن داخليه؟ ويعني هناك افكار عديده، لكن تقول من سنوات، لكن من سنوات عديده لم يتغير نظام وعقود التشغيل والصيانه، لم تتغير النظره للاستفاده من مياه الامطار، بدل ان نعتبرها عدو ونقعد نحارب الطبيعه. هناك يعني ليس هناك تغيير في النظام في التشريعات، فهذا السبب تقرر المشكلة، وسبب يعني ما زال عقود الصيانة فيها خلل كبير لم يعالج، ما زالت النظرة الاستراتيجية غير واضحة للاستفادة من مياه الأمطار، وعدم حدوث أي خطأ منها. يعني
صحيح. طيب سعادة المهندس، طبعا بما انك تكلمت عن التخطيط وعن التنفيذ، بس بسألك هنا عن المشاريع اللي بشكل عام في المملكة، هل هو التخطيط سيء ام انه التنفيذ الأسوأ لمشاريع الصرف والسيول؟ وبس حعطيك ممكن مثال انا شفته حي قدامي في جدة، انه كان في عندنا نفق انفتح لو ماني غلطانة خلال السنتين ثلاثة مو اكثر، شفت الأسبوع الماضي أو من أسبوعين لما رحت كان كله أمطار وكان كله موية وخربان وقاعدين مقفلين النفق هذا عشان بس يقوموا بإجراء صيانة له، مع أنه يعني ما هو من الأنفاق القديمة اللي عندنا، يعني جديد، ولكن في مشاكل والآن قاعدة تحل. فبرأيك التخطيط أم التنفيذ هو الأسوأ؟ وطبعا المشروع ممكن يمر بمراحل التصميم عندما يكون خطأ، لكن لا عندما يتعدى هذه المرحلة يجب أن لا نتباكى على الماضي. هذا أسلوبي أنا أقول، الآن نفرض في خطأ في التصميم يعالج الخطأ، نفرض في خطأ في التنفيذ يعالج الخطأ. الآن المنشأة يعني أصبحت قائمة، فالآن تنتقل إلى المرحلة اللي هي معالجتها وتكييفها وإصلاح العيوب اللي كانت فيها. إذا عندما نرجع إلى الماضي فهذا شيء مؤسف. يعني أنا أقول الآن الوضع، الآن التشغيل والصيانة يجب أن يضع المنشأة في وضع سليم تستطيع أن تعيش وتعالج جميع عيوبها والخلل اللي يحدث فيها، حتى لو كانت سليمة التصميم ثم حدث فيها أي خلل تعالج وتصحح. التشغيل والصيانة هو الذي يعني هو مثل الإنسان اللي يشيك كل 6 شهور يشوف أي مرض يحدث له يتعالج منه، فالمنشأة تحتاج لمعالجة. صحيح. حتى لو كانت تصميمها صحيح، لكن نحن لا نريد هنا أن نتباكى على الماضي، وأرجو أن تكون هذه الرسالة واضحة. نحن نريد أن نوقف مسلسل الأمطار التي في كل سنة نجلس نعيد فيها نفس السيناريو في معالجة الطرق والصيانة والتشغيل لدينا. الآن ما الذي يجب على الجهات المعنية أن تتخذه؟ يجب أولاً السيطرة على المياه ليس أمر صعب وموجود في جميع دول العالم، وممكن أن نتدارك هذا الأمر بوضع مراحل للمعالجة المشكلة وبدائل، بحيث نضمن أن لا ترتفع منسوب المياه لسنتيمترات في النفق مهما كان الأمر. فيكون هناك سلسلة من الإجراءات ومن المعدات تتدخل في كل مرحلة من المراحل، حتى لو وقفت أحدهم في مثل هذه الحالات اللي تهدد السلامة يجب أن لا نعتمد على حلا واحد، نعتمد على عدة حلول. حتى لو انقطع التيار الكهربائي لابد أن يكون هناك مولدات من نوع آخر تعمل حتى تنقذ حياة الناس. ليس هناك مبررا وليس هناك عذرا لأي جهة أن تضع ما يهدد السلامة وتتركه بدون يهدد حالة خطر في المجتمع، سواء شارع أو مبنى أو أي شيء. فالآن اللي قاعد يصير إنهم يعتمدون على حلا واحد ويفشل هذا الحل وسبق تكراره، لكن أين الحلول البديلة؟ أين المنظومة الأخرى اللي تتدخل عند حالة فشل أحد الحل الموجود؟ يجب أن يكون هناك حزمة من الحلول. حتى في بعض الدول ممكن تتنقل سيارات منقولة بآليات فيها مضخات وكل شيء تعالج الوضع وفيها طاقة كهربائية وكل شيء، لكن للأسف ما استفدنا من تجربة الغير وقاعدين نشتغل على نظرية الخطأ والصواب، وكل مرة يصير هناك تجربة. ثاني شيء هو تبادل المعلومات بين الأجهزة الحكومية، يوجد خلل في نقل الخبرات من جهة إلى جهة، فنحتاج أن نجلس ونضع خطة استراتيجية لعملية كوارث الأمطار، وأعتقد ونظام معين وخطوات محددة فلن تتكرر. نعم، بالنظم الهندسية ممكن السيطرة عليها. المشكلة يا سعادة المهندس، والله العظيم تعبنا وملينا، ونعرف أن القيادة والجهات المعنية ما تقصر، لكن هناك خلل في التطبيق، هناك خلل في المتابعة، احنا ملينا. يعني انا اجيب لك اياها على ابسط الاشياء، ما نريد مولدات ولا نريد حتى إعادة لسفلة وإعادة تعمير كل الطرق لدينا، لكن نريد قليل من الأمانة للمقاولين، للجهات المشغلة، للجهات المسؤولة عن الصيانة. يا رجل أبسط الأشياء وأبجدياتها، التنبيه من الدفاع المدني ومن الأمانات وخلافه، لم يكن هناك تنبيه. وهذا هو الآن النقطة التي أريد أن أختمها معك، هل تؤيد فصل مسألة السيول عن الأمانات والجهات المعنية وتكون لها جهة مستقلة ونفتك إحنا من هالسيناريو؟
والله أنا لا، مسألة تعدد الجهات من عدم تعدده، إحنا نريد انضباطية وخطوات واضحة في إنجاز العمل، وأنا لا أعتقد أن كل عمل بسيط نضع له جهة مستقلة، لا، لكن ممكن بالعكس إحنا ننادي بدمج إدارة المدينة بحيث أن المدينة تكون تسيطر عليها جهة معينة وتستخدم كل طاقاتها وكل إمكانياتها لمعالجة أي مشاكل فيها. في معظم دول العالم إدارة المدينة موحدة في سواء للخدمات أو غير الخدمات. ثاني شيء الآن يعني أنا أعتقد أن يجب أن نتحول إلى إدارة المدينة بالسمارت سيتي، المدينة الذكية، بحيث أنها ممكن تدار إلكترونيا. يعني لماذا يعني معظم دول العالم يدار إلكترونيا من غرفة عمليات ممكن تشاهد كل شيء، بدلا من أمانة الرياض عندها 2200 موظف و700 مشرف ومدريش كلهم يعملون على السيول، ممكن تدار بأشخاص أقل من ذلك. والإدارة الذكية تقلل التكاليف وتضمن الجودة وتحدد مكامن الخطر وتجعل هناك اندماج بين الجهات. نحن نناشد بالاندماج بين الجهات بحيث توحد إدارة المدينة سواء في الأمانة أو غير الأمانة. واضحة الفكرة، الله يسهل إن شاء الله والله يلطف إن شاء الله في البلاد والعباد يا رب. وإن شاء الله هذه رسالة نوجهها للجهات المعنية بمتابعة كل ما يخص السيول وهذه الأزمات التي تستجد لدينا في كل سنة وفي كل مواسم شتوية. بالتأكيد. فاصل أول مشاهدينا. قبل الفاصل نشكر ضيفنا طبعا من الرياض سعادة المهندس سعود الدلبحي المحكم الهندسي المعروف، شكرا لك.